كانت هذا الانسان عنده عائلتي وكنخاف عليها، يعني في اي لحظه يقدر يقصدني هذوما. يعني حنايا كنديروا جهد جبار باش الناس ما تخرجش وما تخالطش وما ياذيوش وليداتهم وما ياذيوش عائلتهم. بالنسبه للناس كبار السن ما عندهم ما يتسخر لهم، يعني وليداتهم مثلا في المهجر ولا في شي بلاصه وهم بوحدهم، يعني هم حنا هما السند ديالهم. لما تسخرنا لهمش حنايا ما يتسخر لهم حتى واحد، وكنوصلوا لهم السخره حتى لباب الدار، يعني كنخليوهم على خاطرهم اي حاجه بغاوها كنجيبوها لهم. اهم حاجه عندنا فجائحة كورونا ما يخرجوش. ودايرين احتياطات ديالنا وكنعقموا يدنا وكناخذوا المسافة القانونية، هادشي كامل كنديروه باش يبقاو الناس في ديورهم. باش يثق فيك الانسان هذيك هي اصعب مرحلة دوزنا منها، والحمد لله قدرنا ننجحوا في هاد الاختبار هذا. هاد اجي تسخر لي يا ولدي ولات جزء من حياتي، يعني ما نقدرش نتخلى عليها.